مرة سليم، رئيس المدير العام لمجموعة طازج شركة جولدن درينك الجزائر. كما راكم تشوفوا اليوم رانا مشاركين في معرض جزاجرو 2021. مثلا هنا في الجزائر تحصلنا على منتوج السنة بالنسبة لأكوافين، وتحصلنا على معهد الدولي للذوق في بروكسل، تحصلنا على 3 نجوم أعلى جائزة، منهم 150 شيف غران شيف من 25 دولة. فيما يخص مشروع تنسيق، والحين رانا استثمرنا في اكبر مستثمره فلاحيه في الجزائر موجهه للصناعات التحويليه في ولايه، يعني في بين ولايه المجيله وولايه الجلفه، يعني راح تدخل في في في, في الانتاج بدايه 2023. نوعد المستهلك الجزائري انه خلال السنوات القادمه يكون عصائر 100% طبيعيه من فواكه جزائريه 100%. والسر نجاح طازج هو اولا التوفيق من المولى عز وجل، هو هذه يعني القاعده، وثانيا اصرار والنوعيه والجهد الكبير، لان يعني تتليكيب يعني كاع المجموعه نقوموا في جهد عظيم باش نوفر للمستهلك الجزائري منتوج ذات النوعيه وبسعر مقبول. شكون المنتوج المفضل عندك انت كمستهلك؟ انا الذوق الذوق ذوق المنتوج اللي نحب، انا نحب اكوافين رمان كرونات. نعم شكرا، بارك الله.